السلام عليكم أعزائي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بطاقة حب للجميع. وبطاقة حب اليوم نهديها لواحد من الأقلام السودانية الذي مثل السودان خير تمثيل من خلال كتاباته ورواياته القصصية التي عكست الوجه المشرق للسودان. وسعيدة جدا يكون معنا بعد قليل داخل الاستوديو للحديث حول تجربته، وسعيدة جدا يكون برفقتي الزميل أحمد الحاج. أهلا بك. أهلا بك سالي، وأهلا وسهلا بكل الذين يتابعون هذا البرنامج الذي نقدم من خلاله مجموعة من التجارب المهمة جدا لشخصيات سودانية برزت في مختلف المجالات. نسعد من خلال هذه البطاقة أن نقدم الأستاذ فيصل مصطفى عبد الرحيم القاص والروائي السوداني. أهلا وسهلا بك ومساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ كيفك؟ مرحبا بك. إذن هو الأستاذ فيصل مصطفى عبد الرحيم، مواليد الأول من مايو العام 1946. هو قاص وروائي سوداني، خريج معهد أم درمان العلمي الثانوي عام 1967، حاصل على دبلوم من بخت الرضا في العام 1974، حاصل على بكالوريوس تربية قسم اللغة العربية عام 1998 من الجامعة اليمنية سبأ، وحاصل أيضا على تمهيدي ماجستير من ذات الجامعة، حاصل على شهادة الصحافة من الجامعة الشعبية بالخرطوم، كما أيضا تحصل على شهادة قيد الصحفي السوداني في العام 1978، أيضا هو حاصل على قيد الصحفيين اليمنيين عام 2001، أيضا تحصل على بطاقة اتحاد الكتاب المصريين في العام 2007. أدارت معه بعض الصحف العربية حوارات عن تجربته الإبداعية، كما أيضا أدارت معه عدد من القنوات الفضائية حوارات في القاهرة للتعريف بالأدب السوداني، نشر العديد من نصوصه السردية في الصحف والمجلات القاهرية، وهو عضو مؤسس في تجمع أباد ماك وكذلك في اتحاد الكتاب والأدباء السودانيين. صدرت له أول رواية عام 1988 في بيروت بعنوان الخفاء ورائعة النهار. له أكثر من 300 عمل قصصي. متزوج وأب لخمسة أولاد هم أيمن، أشرف، أدهم، أسعد ومحمد. أهلا بك. مرحبا بك أستاذ فيصل. وبداية يعني إحنا سؤالنا المعهود لضيفنا بعد تقديمه في البطاقة التعريفية، هل عندك أي إضافات عايز تضيفها أو تحذيفها من هذه البطاقة؟ لا، أنا في الحقيقة عايز أنوه لعنوان البرنامج. هذا العنوان كان للراحل سيد أحمد الحرضلو، صفحة في الرأي العام في نهاية الستينات اسمها بطاقة حب للجميع. وأنا في تلك الفترة كنت بكتب خواطر وأعلق على يعني البداية الأولى للكتابة ابتدت في صفحة سيد أحمد الحرضلو وهنا من درمان. نزل فبيك الزمن ورجعك ثاني لبطاقة حب للجميع. لبطاقة حب للجميع. يعني أنا سعيد أنه هذا العنوان اللي كان فيه نوع من الرومانسية يقدم من خلال القناة الخاصة من درمان. وأيضا أنا سعيد جدا بعد غيبة طويلة أنه التقي مجددا في قناة سودانية. أنا قبل كده اتعامل معي حوار في قناة الشروق مع نسرين سركتي اسمه فن وسياسة، وهذه المرة الثانية. أهلا بك. يعني شرفنا. كل الغاتي كانت في قنوات قاهرية يعني. شرفنا الليلة أستاذ فيصل. وبتنور الليلة أم درمان، وبعد غيبة زي ما أنت قلت إنك تظهر في قناة سودانية. أنا طبعا سعيد. وين قاعد أنت الآن يا أستاذ؟ أنا الآن في أمريكا، مقيم في أمريكا، لكن أقمت في القاهرة 7 سنوات، وفي اليمن 20 سنة، وفي ليبيا 3 سنوات، وفي السعودية سنة، وفي الأمارات
يعني طير مهاجر. ايوه. واخيرا يعني استقريت في امريكا. اولادي هنا حاليا في اجازه في السعوديه. حاليا جاي عشان اشوفكم واشوف الاهل. والله من حظنا. واسعد بيكم يعني. من حظنا. بدايه لو تكلمنا عن العمل الروائي وكتاباتك استاذ فيصل، اذا سالتك الواقع والاسطوره في الروايه السودانيه تعليقك. انا منذ البداية الأولى خطة تجربة التجديد والكتابة المختلفة، يعني حتى الطيب صالح لما قرأ رواية الخفا وراية النهار وصفها بأنها رواية تجمع بين الأسطورة والواقع، وقال إنه هي الرواية الوحيدة التي خلعت جلباب الواقعية التقليدي وجنحت إلى التجديد والكتابة المختلفة، يعني من خلال الشخوص بتاعة الرواية. وهذه الرواية يعني لحسن الحظ حظيت بدراسات كثيرة، حتى الناقد عثمان تراش قدم عنها كتابا كاملا. دي هي اول روايات صحيح؟ دي اول روايه اللي طبعت في بيروت. طبعت في بيروت ورائعه النهار. تاتي الروايه الثانيه حكيم وعطا وروضه يعبرون النيل كتكمله ثانيه لهذه الروايه، لانه ذات الشخوص المحوريه الموجوده في الروايه الاولى تابعت حيواتهم من خلال الروايه الثانيه. والروايه الثانيه كتبت بصورة مختلفة تماما، هي عبارة عن 10 فصول وفي ذات الوقت يمكن أن تكون 10 قصص قصيرة. يعني يمكن أن تقرأ كقصص قصيرة ويمكن أن تقرأ كرواية، يعني حلقات. أي نعم. كرواية متصلة الحلقات. ذات الشخوص مكررين، يعني أنا بتابع حيواتهم من خلال هذه الرواية. أستاذ يعني لو طالعنا العنوان يعني الخفاء ورائعة النهار. طبعا ده يسموه لا يعني اللي هو تباين بين الظهور والشيء الخفي. نعم يعني جمعتهم الاثنين. أيوة يعني في الرواية في طبعا في أحداث بتحدث في الخفاء. نعم. وفي أحداث بتحدث في راية النهار يعني. ومن هنا جاء. هل الكتاب والكاتب السوداني دائما ما يجنح للواقعية أكثر منه للخيال والأسطورة وعكس الواقع يعني؟ هو ده اللي كان حادث، عشان كده الطيب صالح نوه إنه هذه الرواية يعني خلعت هذا الجلباب وطوحت به بعيدا ونحت منحى آخر. فهذه الرواية الثانية الراحل مصطفى سند وصفها بأنها رواية استثنائية، وعثمان تراث قال عنها كأنها الفتاة الجميلة التي تعبر مجموعة من الناس وتحدث فيهم نوع من الإرباك. يعني لما تجي فتاة جميلة وتمر وتختفي بيحصل الحضور نوع من الإرباك، فكناية عن أنها يعني مختلفة عن الروايات الأخرى وفيها نوع من الإثارة أو من التشويق يجعل القراء يهتمون بها كثيرا. قابلت النقد. نعم. يعني الرواية الخفاء ورائعة النهار هي قُبلت بنقد. أي. ووجه لها النقد، يعني كيف تلقيت هذا النقد؟ أنا طبعا صدري واسع جدا. نعم. وأحب دائما الذي ينتقدني ولا يعني يكتب عني كلاما جميلا. يعني أنا أحب أن أتبين وين الأشياء الخاطئة، المواضع الغير سليمة أو محتاجة لنوع من الحذف أو الإضافة. طيب يعني لو سألتك عن مسيرة وتطور الرواية في السودان بصورة عامة من وجهة نظرك، هل شايف إن الرسم البياني بتاع في ارتفاع
ولا في انخفاض يعني؟ وحضرتك عاصرته يمكن أكثر من جيل. أكثر من جيل يعني صح. فرأيك شنو؟ أنا فخور بأنه الرواية السودانية يعني طبعا الشعر كان أكثر طغيانا في السودان يعني صحيح، لكن مؤخرا الرواية السودانية زي نافست الشعر وحاولت أن تزحزحه من مكانته المتقدمة جدا، لأنه الرواية بتتميز بأنه ممكن المتلقي أن يختلي بها لوحده. الشعر محتاج منبر ومحتاج جمهور، فالرواية أصبحت أكثر يعني جمهورا من الشعر. أما بالنسبة لسؤالك الذي يتعلق بتطور الرواية السودانية، قطعا الرواية السودانية تطورت كثيرا. هي طبعا بدأت بداية حسنة بملكة الدار محمد، اللي هي قدمت رواية الخفاء العريض، الفراغ العريض. دي كانت أول رواية سودانية مكتملة، والمدهش في الأمر إنه لكاتبة يعني يخيلي ملكة الدار محمد سبقت الروايات العرب في أن تقدم نفسها للجمهور. يعني الخط البياني للرواية السودانية أنا أفتكر بيبدأ بصورة جادة بملكة الدار محمد، وبتطور لحد ما يصل إبراهيم إسحاق، عيسى الحلو، عمر الحويج، الحوري، بعض محمود محمد الراحل محمود محمد مدني من أفضل كتاب القصة القصيرة أيضا، وله رواية. وحاليا ظهرت طبعا أجيال جديدة، أحمد الملك قريبة، أمير تاج السر أيضا من الكتاب المجيدين في الرواية، وله يعني أمير تاج السر بيتميز بأنه مكسر يعني الروايين السودانيين دائما تلقاهم يكتفوا برواية واحدة، مقلين جدا زي رواية إنهم بشر، يعني كتب رواية واحدة وصمت يعني لم يضف إليها. طيب أستاذ فيصل، يعني كيف بتتابع التجارب الجديدة؟ ولا طبعا من رأيك يعني هل في مشكلات بتعيق مسيرة الرواية السودانية عموما؟ النشر، وطبعا منذ البداية النشر، أزمة النشر الحادة كانت سببا في أنه الرواية السودانية تأخرت عن الروايات الأخرى يعني لحد ما الكتاب، وبعدين بكل أسف وزارة الثقافة في السودان لم تدعم الثقافة، هي وزارة الثقافة لكنها لم تدعم الثقافة يعني لم تكن هنالك هيئة لإصدار الكتب كما هو تابعة لوزارة الثقافة كما هو موجود في مصر يعني في مصر في قصور الثقافة، في الهيئة العامة، في المجلس الأعلى للثقافة، في جهات خاصة بتساعد في نشر الكتب، حتى المكتبات المتخصصة الطفل والمرأة أيوة ومدبولي ومدبولي فأزمة النشر الحادة التي رافقت الأدب السوداني عموما ربما كانت سببا في تأخر تطور الرواية السودانية، لكن مؤخرا الكتاب بدوا يطبعوا في مصر وفي بيروت. أنا هذه الرواية طبعتها في بيروت عام 88 يعني ما فيش حد طبع علي لحد ما جاءت الخرطوم عاصمة الثقافة وعادت طبعها مرة أخرى في 2005. هل بتفتكر معضلة المبدع والكاتب والروائي السوداني حاليا يعني إذا أعطيتك خيارات كتابة والطبع والنشر يعني ياتوا مرحلة في المراحل دي هي الأصعب بالنسبة للمبدع السوداني؟ الطباعة والنشر طبعا يعني الطباعة والنشر صعبة جدا، والتوزيع والتوزيع بعدين هنا ما في ناشرين، لكن يخلي مؤخرا في دار نشر مدارك للشاعر الياس فتح الرحمن، هذا الدار كان موجود في القاهرة ومؤخرا انتقل للخرطوم وبدأ يطبع لبعض بالمناسبة السودانيين مكسرين، لكن معظم أعمالهم
في الأضابير والأدراج. يعني ما لاقي فرصة لتنتشر، لأنه المادة لها دور كبير. يعني معظم الكتاب يعني مستواهم ما بيسمح لهم، المستوى المادي ما بيسمح لهم، لأنه يطبعوا أعمالهم على نفقتهم. يعني الرواية الأولى أنا لأنه كنت في دولة في دولة الاغتراب، طبعتها على حسابي $3,000. مين حسي يقدر يدفع؟ وفي الوقت ده كان مبلغ كبير جدا، مبلغ طائل يعني. وحتى إن استطاع يعني الكاتب إنه يطبع بنفسه روايته، المشكلة الكبيرة بتجي في التوزيع. التوزيع يعني أنا وزعتها بنفسي، بيطبعوا بيحتفظ بها، بكون عنده كراتين منها في لازال موجود منها. هي كانت 5,000 نسخة طبعا، طبعت كميات كبيرة وتوزع منها. يعني أنا وزعتها بنفسي، كنت بجي الخرطوم بخطها في دار الكتب، خط 100 نسخة، بعد أسبوع بلقاها خلصت. يعني برضو في الناشر ذاته وزع في معارض الكتاب، يعني طبعا منها كميات كبيرة. والطيب صالح أنا ما أديته الرواية، هو لقاها في معرض الكتاب وكتب عنها. نعم. طيب أستاذ فيصل، لكل كاتب وروائي طريقة معينة في الكتابة. أيضا لأستاذ فيصل طريقة خاصة في كتابته وروايته. حدثنا عن طريقتك في الكتابة. أنا ابتدعت نوع من الكتاب مختلف. كيف؟ النثر الفني عموما بيعتمد على السطر الأفقي والجمل الطويلة. أنا حاولت أن أهشم، إذا صح التعبير، هذا الخط أو السطر الأفقي، وقصرته في شكل خط أو يعني رأسي، بدل ما يكون الكتابة أفقية صارت رأسية شبيهة بالشعر. وقلصت الجملة الفعلية، ربما الجملة الفعلية تكون كلمة واحدة بيستخدم الأفعال المبنية للمجهول. يعني الفاعل بيكون أو نائب الفاعل متضمن في الفعل، فبتلقى الكتابة رأسية والجمل قصيرة جدا. وذاته ده بدي يعني في، أنا بسميها أحيانا الكتابة البصرية، لأنه الفضاء المتشاسع من خلال يعني التهشيم للسطر الأفقي أصبح هنالك فضاء، يعني بياض ممكن يعطي المتلقي نوع من الإمتاع. يعني كاللوحة، يعني الكتابة أصبحت كاللوحة. فضلا عن أنه من خلال الكتابة أو الشكل الكتابي المختلف والبيعتمد على الجمل القصيرة جدا، أنا جنحت لما يمكن أن يسمى بال يعني الخيال المجنح. يعني بمعنى إني يعني أبعد أو أتعالى على الواقع، يعني أتعالى عن الواقع وأكتب بصورة فيها نوع من الخيال. بعدين معظم نصوص السردية شخوصة المحورية لا اسم لها، لا يعني ما فيش تفصيل لشكلها، للقامة بتاعتها، لنوع الملابس اللي بترتديها، فبتترك للقارئ أن يتخيل ما أيوة هامش من الخيال. يعني إنه يعني أنا بعطي للقارئ فرصة أن يتخيل كما قلت. وأيضا أنا عندي وصف لي، أنا بعتبر إنه القارئ مشارك في العملية الإبداعية، وبسمي بعض القراء إنهم لديهم ما يسمى بالقراءة الإبداعية. يعني النص
القصصي أو السردي بيكون كم مهمل لا قيمة له إذا لم تتم قراءته بصورة إبداعية. أيوة. فالقاري اللي عنده خلفية ثقافية يمكن أن يضيف للنص ما لم أقصده أنا وما يسري أيضا القراءة. أيوة. يعني دائما القراء اللي هم خلفية ثقافية يعني بيضيفوا للنص، يعني القارئ هو شريك للكاتب، شريك أصيل. أيوة. وأنا بفتكر إذا النص لم يقرأ لا قيمة له. لا قيمة له. إحنا لسه حنواصل كمان عن تجربتك الروائية أستاذ فيصل، وعن الحركة الثقافية عموما والقصصية وكتابة الرواية في السودان وخارجه كمان حنتطرق لها، لأنك قعدت سنين طويلة خارج السودان. لكن حنطلع فاصل قصير ونرجع نواصل معاكم مرة تانية، تابعونا. أهلاً وسهلاً بكم من جديد كل متابعي بطاقة حب للجميع اللي عزلنا مع ضيفنا داخل الاستوديو من خلال هذه الحلقة، من خلال هذه البطاقة، القاص والروائي السوداني الأستاذ فيصل مصطفى عبد الرحيم. أهلاً وسهلاً بك من جديد أستاذ. أهلاً وسهلاً بكم. نحن قبل الفاصل كنا وسالي حتى بتتكلم عن أنه لسه هنواصل في قراءة لتجربتك. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن أنه أنت كيف بتخلي القارئ يعني يشارك ويفكر كمان. أيوة. أحرض على التفكير. أحرض على التفكير أيضا. أستاذ فيصل، يعني الرواية تختلف من كاتب لآخر، وإنت تقول أنك اقترحت طريقة جديدة. صح. للكتابة. المردود من القراء كيف كان؟ دائما الحاجة، يعني دائما أول خطوة في التغيير أو أول شخص يبتدر هذا التغيير دائما ما يواجه بصورة عنيفة، يعني لأن التغيير صعب تقبله. صح صح. هو عموما يعني نحن زمان عندنا مقولة بنطلقها، نحن الكتاب والجمهور، يعني من يقرأنا هم الكتاب أنفسهم، يعني كأننا نكتب لبعض، خاصة حاليا. حاليا طبعا جاءت الصحف الإلكترونية والنت، ويعني بقى توزيع الكتب فيه يعني مشاكل كثيرة جدا. يعني صدى ما تكتبه أنت تجده من النقاد. يعني أحيانا بكتب في الراكوبة وفي كتاب يعني متلقين عاديين بيعلقوا وبيبدوا وجهات نظر جميلة جدا، لكن هم أقلية. يعني انت لو طلعتي على صحيفة الراكوبة الإلكترونية بتلقي معظم الكتاب بيكتب عن السياسة، وتلقي مداخلات كثيرة جدا حتى إذا كان الموضوع ما بيستحق، لكن يبدو إنه السودانيين بقوا مولعين بالسياسة أو السياسة بقت جزء هام من حياتهم. فأنا لما أكتب في الراكوبة في عدد بسيط بيعلقوا، في واحد اسمه الدكتور عبد الماجد عبد الرحمن، يبدو انه مقيم في السعودية، وكل ما انشر نصر لي في الراكوبة هو الوحيد اللي بعلق او بعمل مداخلة على ما اكتبه، ودائما بيشيد بكتاباتي وبقول انها كتابات متقدمة وبنسبها الى ما بعد الحداثة. يعني شوفي إلى ما بعد الحداثة، يعني باعتبار إنها متجاوزة للقوالب التقليدية المعهودة التي يكتب بها معظم الناس. طبعا فضلا عن الشكل الكتابي، الدلالات والمرامي والمقازي الموجودة في النص مختلفة تماما عما هو معهود وسائد. هذا النوع من الكتابة بيلقى ترحيب من قبل النقاد اللي هم خبرة في الـ 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 الكتابة الحداثية. نعم. يعني اللي قروا
المناهج الحداثية، الطناص والتفكيكية وما شابه ذلك. فهم يعني أنا أكذب عليك لو قلت لك إنه في كثير من القراء قروا الخفاء وراية النهار، أو قروا حكيم عطاء ورعبة وروضة يعبرون النيل. فهو طبعا زي ما قال الأخ كله جديد، يعني بيلقى نوع من التعسر والمشاكل. طيب محتاج لوقت حتى بعدك يفرض نفسه ويسود. نعم أستاذ فيصل، يعني إذا شوية بعدنا بعين المجهر لبرة وشوفنا الصورة بصورة يعني عامة وأشمل، عموما مشكلة الهوية السودانية والهوية في السودان تمثل مشاكل في مجالات كثيرة جدا، والكتاب والمبدعين السودانيين ليسوا بمنأى عن هذه المشكلة الحقيقية. مشكلة الهوية السودانية يعني يمكن كانت مشكلة وعسرة إنه أدت لتفكك اتحاد الكتاب السودانيين، وزيها وزي أي يعني مجال آخر برضو تسببت فيه مشكلة الهوية. بتفتكري إنه ما لم نضع هوية واحدة مشتركة لكل أطراف السودان ولكل مبدعي السودان ما حنقدر نتحد بحركة ثقافية روائية واحدة بحيث إنها هي نعكسها للخارج وتمثل هويتنا وثقافتنا السودانية دون المحاولات الفردية؟ سؤال جيد جداً. وهاجس الهوية قديم وجديد، يعني قديم ومتجدد. نعم. يعني منذ القابة والصحراء المثقفين السودانيين كانوا يتكلموا عن الهوية، هل نحن أفارقة، هل نحن عرب صرف، هل نحن يعني يبحثوا عن هويتهم. أيوة. فليتنا ندرك إنه التمايز الثقافي والعرقي والتنوع في الأديان والمعتقدات ده من أهم ملامح الدول العظمى. نعم. يعني أمريكا حاليا بتقوم على التنوع. تنوع. يعني كل الأجناس أو الأعراق في الإنسانية كلها موجودة فيه، وفي قبول للآخر أيا كان. يعني الأبيض بيقبل الزنجي، زمان كان طبعا في العنصرية وحاليا قضوا عليها. ونحن كسودانيين يعني ما بنلاقي أي نوع من يعني ما في زول بيعاملك معاملة غير إنسانية، بل كل الأجناس الموجودة بتلقى وجوههم في وجوههم معلقة ابتسامة. يعني التبسم في وجه أخيك صدقة. يعني أكثر ناس بيبتسموا حتى لو عمل لك حاجة بيبتسم في وجهك ويقول لك سانكيو. نعم. أيوة. طيب أستاذ فيصل، يعني بالنسبة لأستكمل السؤال، أنا بعتقد أنه ما في شيء بيجمع أهل السودان إلا السودانية. نحن سودانيين، لسنا عرب صرف ولا زنود صرف، بل نحن سودانيون. بيميزنا هذا التنوع اللي هو اختلاف في الأعراق، في الديانات، في حتى في سحن الأشكال، في الأشكال، في الزي، ايوه، في الفلكلور، الرقصات، الطقوس، طقوس الأعراس والأطراح، ده كله بيسري الشخصية السودانية وممكن يقدمها بصورة أفضل. المفروض يكون موضوع قوة مع بعض. أيوة، هو موضوع قوة وليست. نعم. لكن بكل أسف يعني الجهوية والقبلية دي يعني دلالات قبيحة، أنا بصفها بالقبح، لأنه نحن سودانيين. نحن سودانيون. نعم. فقط. إذا كنت جنوبي أو غربي أو من شرق السودان أو من الشمال، في النهاية أنت سوداني. هويتك الحقيقية هي أنك سوداني ولست بتنتمي لقبيلة الجعلين أو الشيقية. نعم. أستاذ فيصل، ما دام ذكرت كل هذا التمايز الثقافي الكبير والتعدد الكبير، هل يحتاج أن يعرف الكاتب لمن يكتب؟ أم أنه يكتب هكذا على الإطلاق ويترك الآخرين لك؟ من أراد أن يقتني هذه الرواية يقتنيها،
ومن أعجبته أن تعجبه ومن لم تعجبه هي فلا. هي إشكالية يعني نعم. إشكالية موجودة لمن يكتب الكاتب. نعم. أنا شخصيا بعتقد حينما يكتب الكاتب لا ينظر إلى المتلقي. إذا 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 أراد أن يكتب لنوعية معينة من المتلقين هو مؤكد حيفشل. ده ما إبداع، لأنه بيبقى فيها نوع من المباشرة، والإبداع ليس مباشرا. فأنت حينما تكتب لا تستحضر أحدا، لأنك أنت بتكتب للسودانيين فقط، بتكتب للعرب، لكل الناطقين باللغة العربية يعني. كتبك قد تصل لأعراق مختلفة ما لها علاقة بالسودان. طيب صالح مقروء حتى في معظم اللغات الأجنبية يعني، أعمال ترجمت للغات كثيرة. فالكاتب حينما يكتب لا ينظر للمتلقي، هو يريد أن يكتب إبداعا دون توجيه لشخص معين. هو ليس واعظ وليس مرشد. المبدع ليس واعظا وليس مرشدا، هو يكتب كما قال الأخ، وبعدين على المتلقي أن يفسر أو يتلقى هذا العمل بالطريقة اللي تتوافق مع خلفيته الثقافية. وأنا دائما أفضل أنه يخلي الكاتب العمل نهايته مفتوحة كالمسلسلات أيوة يعني النهاية دائما حينما تكون مفتوحة بتدي المتلقي فرصة ليتلقى العمل بطريقته الخاصة. تفضلي. نعم. طيب إذا سألتك، بما أنه يعني جات سيرة الطيب صالح حاليا في هذه الأيام، هو موعد جائزة الطيب صالح التي تمنح لأحد المبدعين في الرواية أو القصة السودانية. إذا سألتك، إذا كان القرار بيدك وأنت من تمنح هذه الجائزة لأحد الكتاب السودانيين، إلى من تمنحها؟ أمنحها لعيسى الحلو وإبراهيم إسحاق. ليه؟ لأنه هؤلاء أفضل كتاب سودانيين، وهم الذين جعلوا الأدب السوداني أو الفن السرد السوداني معروف في الدول العربية، على الأقل في مصر وفي بيروت. وهم طبعا تاريخهم ماجد في مسألة الكتابة أو كتابة السرد السوداني. يعني أنا بخطهم في المرتبة الثانية بعد الطيب صالح. يعني إذا الطيب صالح هو أيقونة السرد السوداني، يأتي عيسى الحلو ومن بعده إبراهيم إسحاق. يعني بعدين بتجي السلسلة يمكن فيصل مصطفى أو أمير تاج السير. وأحمد فيصل، يعني طالب، خلينا نسألك أنه كيف تقرأ روايات الآخرين وكيف تقرأ تجارب الآخرين؟ أنا أقول لك، كنت في مصطلح كده بنسموه دودة كتب. ده القارئ النهم. يعني أنا يعني حتى إنه القراءة وأنا صبي بعدتني عن الكورة والخصم على الأشياء. يعني أنا معظم وقتي مختلف بكتاب يعني أو صحيفة أو صباح الخير ولوز اليوسف الزمان، وبدأنا من ميك والصبيان فيعني أنا بفتكر القراءة مدعى لا تعادلها مدعى في الوجود. من أمتع الأشياء لي أن أختلي بكتاب. وأنا طبعا قريت الآداب الإنسانية كلها، الأدب الأمريكي على الاتحاد السوفيتي الوقت ذاك، والفرنسي والألماني، يعني كل الآداب الإنسانية اطلعت عليها مترجمة، يعني قريتها بنهم. حتى الأدب بتاع أمريكا اللاتينية وماركيز. بالمناسبة أنا بعتقد إنه الواقعية السحرية السودانية سبقت ماركيز. يعني إبراهيم إسحاق عنده روايته الأولى اسمها حدث في قرية. يعني المصطلح بتاع الواقعية السحرية تمثل في هذه الرواية قبل ما يكتب ماركيز
جبريال غارسيا ماركيز 100 عام من العزلة. فنحن لأنه بسبب إعلامنا ضعيف وما عنده والنشر بتاعنا أيضا ضعيف ومتعسر لم يعرف افتكروا أنه الواقعية السحرية نبعت من أمريكا اللاتينية في حين أنه إبراهيم إسحاق أنا حتى في حوار معي بعثت لكم مع الجريدة الكويتية قلت الأدب السوداني سبق ماركيز في الواقعية السحرية. نعم. عنوان عريض لو شفته. طيب احنا يعني نعم. قبل ما مسافة مسور المعانا أستاذ فيصل تجهز عشان نستعرضها معك وتورينا ذكرياتك هي هندي لها عدد يعني من الصور الفوتوغرافية دي أول صورة أنا بس ما شايف عشان السي إن إن والمدام أفتكر هلا في التصوير المغطي عليه نعم تشوفه كده نعم هاي دي في ولاية جورجيا اللي هي مدينة أطلانتا السي إن إن موجودة يعني من فروع سي إن في المدن الكبيرة موجودة في أطلانتا يبدو أنه هذه صورة حديثة يعني يعني أي خلال 2014 يعني ما قديمة نعم أيضا نتابع صورة أخرى يا ريت التصوير يعني تبعد نعم ده في المول في مول نعم. في ديربون في بداية الشتاء ودي شجرة الميلاد أنا والمدام أمضينا وقت يعني أنت ممكن تمضي وقت كامل في مول من المولات فيه كل شيء يعني تشتري تأكل تشرب يستغرق تماما أيوة أيوة يعني ممكن تقضي 12 ساعة في المول يعني نعم. يا ابن شيل هنا نعم يعني أيضا منزل لو حركت شوية الكاميرا لأي اتجاه ده راحل سيد أحمد الحردلو و نعم بعدين المربعات دي شيء نعم هو عبد الوهاب البياتي وأنا في النهاية نعم صور باهتة لي نعم على الأخير ده ده أقصى اليمين من أقصى اليمين تقريبا ده السكرتير الثقافي في السفارة نعم أيضا صورة أخرى ده في المركز الثقافي في صنعاء كان في منتدى اسمه آفاق أنا كنت عضو فيه وكان بيحتفل بالعام الثاني للميلاد بتاع المنتدى الثقافي في المركز الثقافي في صنعاء في الفرنسي نعم نتابع صورة أخرى أيضا هو دي ذاته مقرر نعم دي نفس الصورة نشوف صورة ثانية في صور كتير. يعني أثناء لعرض الصور أستاذنا فيصل يعني ما الذي أضاف لك الترحال والتنقل من دولة لأخرى خصوصا في تجربتك الإبداعية مؤكد يعني للسفر خمس فوائد يعني حتى من قديم الزمان نعم طبعا اللقاء بأجناس مختلفة وتجارب مختلفة بسري التجربة الإبداعية بتاعتك لكن ما أعرف ربما كل المبدعين السودانيين بيتميزوا بهذه الخصلة أنا بحتقب الوطن احتقب يعني أنا الوطن برافقني للدرجة أنه أنا عشت 20 سنة في صنعاء والكتاب اللي يعني كنت بكتب بغزارة يعني بكتب بسود كل الصحف اليمنية ما كان هناك كتاب مكسرين فواحد من اليمين قال لي كتاباتي دي اصلا ما فيها اي حاجة عن اليمن ولا اللهجة اليمنية ولا مشهد يمني قلت له يا اخي انا شايل وطني معي ما تاثرت بالبيئه اي ما تاثرت بالبيئه لا لا تصور ما بيصير اي حاجه في كتابك ولو تاثرت تتاثر وتترجمها للسودانيه سودانيه ايوه يعني انا كتبت 300 قصه قصيره في اليمن ربما هناك قصتين واحده اسمها العقوبه
اللي مدرس قطوه في جبل من الجبال يعني اعتبرتها نوع من العقوبة. وقصة كتبتها أخيرا سميتها بحث عن رجب، برضو رجب ده مصري وعاش معنا في اليمن. فلما جيت القاهرة بديت أبحث عنه، فكنت بيسترجع علاقتنا مع بعض ونحن في اليمن في إسلام. معنا صورة تانية ومعاك يعني ما شاء الله شايفين المدام زوجتك يعني برفقتك في كل مكان، في كل مكان لو وجهت لها التحية ووريتنا يعني طبعا دي شريكة العمر وطوال 36 عام ما شاء الله على العمر كله لم نفترق، وهي كظل إذا صح التعبير لا أستطيع أن أنام إلا وهي بجواري، ربنا يحفظك، ولا أستطيع أن أفعل شيئا إلا بعد استشارتها. إن شاء الله علمتها جزء من طبعا هي تكتب أيضا تكتب سرا ولا علنا دي أمي وأبوي نعم هذا مصطفى عبد الرحيم ودي فهيمة مجعل الله يرحمه لهم الرحمة. شفنا صورة ثانية قلت لنا المدام بتكتب سرا استاذ فيصل. والله هي تقدر تقول عليها مثقفه نوعا يعني لانها لا. بتحضر في القاهره كل المنتديات هي معي يعني لا. حتى اذا غابت بيفتقدوها يعني بيقول لي وين المدام. نعم ايضا تشارك يعني تشارك الصوره دي ايضا استاذ فيصل. دي دائما ولدنا الكبير واقف خلفها ده في سان فرانسيسكو في بيتش اسمه كابيتولا. يعني حكايه مدهشه فعلا يعني نحن كنا بنعتبر مصيف اسكندريه طبعا ابدع حاجه في الدنيا ولكنه صفر على الشمال بالنسبه لما تتغير المشاهد وتتغير الشخوص والأماكن هل المنتوج الإبداعي بيزيد ولا بيقل؟ مؤكد بيزيد طبعاً بيضيف لك. طيب وهل وجود الأسرة معك في الغربة يعني الغربة حارة زي ما نقوله لكن وجود الأسرة معك في الغربة أبنائك وزوجتك وأكيد أحفادك بيغير من واقعها نوعاً ما؟ قبل ما تجاوبنا ورينا في الصورة دي المنو دي أنا والمدام ودي وفدية وده دكتور صيدلاني اسمه محمد جوتا اساسا هم من سنان لكن سبقونا في امريكا لقيناهم هنا فبالنسبه لنا من افضل الاصدقاء يعني عزيزين علينا جدا دين الدوي دي حفيدتنا ما شاء الله هل وجودها في وجودكم مع بعض في الغربه بيغير من واقعها يعني قد يكون على المبدع شويه أثر والله ثقيل. طبعا الشعور بالرفقة الحسنة مؤكد بيدفعك لمزيد من الإبداع يعني يعني بديك نوع من الاستقرار يعني ده برضو محمد جوتا الصيدلاني يعني عريق جدا كان هنا في مستشفى الخرطوم في قسم بيختص بتوزيع الأدوية وكده ما عارف اسمه ايه لما لقيناه هناك يعني بقى من افضل كان لكم انيس ايوه انيس طيب يعني وخاصه وفدية مره مثقفه جدا بعدين يعني انا بحس محمد جوتا ده من ديل احفادي الاثنين ما شاء الله دي ده فارس ودي ناديه ندى ده كان في مقهى بيحتفلوا بعيد ميلادي نعم طيب يعني ربنا يحفظكم لبعض ان شاء الله استاذ فيصل ويعني تظل الالفه ويظل الاجتماع والانس مع الاقارب والاحباب والابناء والاحفاد قائم واذا رجعنا بك مره ثانيه يعني للحديث حول الروايه والحركه الثقافيه والسرد في السودان تحدثت يمكن قبل ما نبتدي في استعراض الصور عن انه يعني للسودانيين باع طويل جدا وتفوقوا على أقرانهم منذ زمن لكن
عدم انتشار الرواية السودانية والقصة السودانية بصورة واسعة لا تعرف الآخر بنا، هل عدم الانتشار ده بيكون عنده أثر السالب على المبدع السوداني؟ مؤكد طبعا، مؤكد مؤكد. يعني في حاجة اسمها الصدى، يعني إذا أنت كتبت وما لقيت صدى لما تكتب بتموت فيك الرغبة في الكتابة يعني. فأنا بحس أن السودانيين زي الفدائيين يعني، رغم أنه الصدى شحيح وقليل لكن بعضهم بواصل يعني. ده نوع من النضال أنا أفتكر. يعني اللي بحب الإبداع، ما الإبداع ده خلاص أنت يعني، أنت يعني الإبداع بيمثلك أنت وتواصل. ايوه استاذ فيصل، يعني لو سمحت لي حنواصل معك في حديث عن الابداع والمنتوج الابداعي، وايضا عاوزين بعد فاصل قصير ننتقل بك لنقطه اخرى من خلال حوارنا معك لليوم. فاصل قصير نعود من بعده لمواصله بطاقه حب للجميع، كونوا معنا. اهلا بكم من جديد اعزائي الكرام، وبطاقه حب اليوم نهديها لكم اكيد معنونه باسم احد المبدعين والكتاب السودانيين الاستاذ فيصل مصطفى عبد الرحيم. مرحبا بك مره ثانيه. شكرا. يعني لو عدنا بك مره ثانيه للمبدع السوداني وللكاتب السوداني والسرديات السودانيه القصص الفدائيه اللي تكلموا عنها. نعم الفدائيه السودانيه. الفدائيه السودانيه. يعني هل اثر التراث السوداني، يعني انت ذكرت ان انت جبت يمكن دول كثيره جدا في العالم ولكن تحتقب السودان في حقيبتك، افتكر انه حال كثير من المبدعين السودانيين هو ذات الحال يعني. هل للتراث السوداني والقصص الشعبي السوداني يعني اثر كبير جدا اللي بيخلي ويجبر الروائي انه هو ما يطلع منه؟ مؤكد. يعني انت تلقائيا بتلقي بعض الاشياء بتتسلل. يعني نحن طبعا ما كنا صبيان صغار واطفال وبنلتف حول الحبوبه وبتحكي لنا الاساطير بتاعتنا، الشاطر حسن والاميره ما بعرف ايه. يعني انا كتبت روايه اخيره اسمها ظلال وريفة، بتلقي فيها كل الأشياء دي، كل التراث السوداني موجود في هذه الرواية. حتى بدءا بعلاقتنا بالأضرحة وبالخاتمية وأيضا عن المهدية. يعني حتى أنا أكثر من مرة تكلمت عن المهدية، أنا بحب الثورة المهدية جدا وبحس بأنه يعني هي الثورة الوحيدة اللي هزمت الأتراك و يعني ناطحت الإنجليز، ناطحت الإنجليز، بقت لهم ند لحد ما هزموها وجوا وسيطروا على السودان. فالثورة يعني بعتبرها صفحة مضيئة جدا في التاريخ السوداني الحديث، رغم انه يعني حاليا هم يعني احفاد المهديين يعني ما استمسكوا بالثورة بتاعتهم وحاولوا ان يطوروها. التراث السوداني يعني بتلقيه، يعني أنا هنا في رواية حكيم وعطر والروضة عندي ثلاثة فصول، واحدة اسمها البوابة بتحدث عن بوابة عبد الغيوم، واحدة اسمها السيف والدرقة بتحدث عن كرري هزيمة الخليفة في كرري، وواحدة اسمها حاضرة بتتحدث عن كيف تكونت عاصمة البلاد. نعم استاذ فيصل، يعني الحوار معك امتد ولكن دائما حلقات وحلقات، المفروض حلقات وحلقات ولكن ضيق الوقت هو دائما يعني يعتبر الفيصل في كثير جدا من الحوارات. لكن احنا سعدنا بك من خلال الاسعد بكم والله، عايزين نهدي لك كمان بالتاكيد.
واحدة من الأغنيات اللي أنت تهديها لنا وتهديها كمان للسادة المشاهدين. نحن هنستمع لواحدة من الأغنيات بصوت الفنان نانسي عجاج. يا سلام، فلق الصباح. يا أجمل حاجة. نستمع ونعود لتوديع السادة المشاهدين. شكرا. Thank you.
إذن أعزائي الكرام، كان يعني دي أغنيتنا اللي بنهديها لك يعني في نهاية الحلقة أستاذ فيصل، وأكيد بنرحب بالمدام دولة رفيقة الدرب وشريكة النضال. نعم، وشريكة النضال نورتينا، وإن شاء الله دائما يا رب سعيدين ومجتمعين مع بعض. شرفت كثير يا أستاذ، شرفت كثير يا مدام، في مرات قادمة. شكرا جزيلا القاص والروائي السوداني الأستاذ فيصل مصطفى عبد الرحيم على كل هذه الإفادات وعكس هذه التجربة المهمة التي يحتاج لها الكثيرين للتعرف على مسيرة كاتب سوداني قدم الكثير جدا من الروايات وساعد وساهم في نشر الرواية السودانية بأوجهها وبأشكالها المختلفة. سعدنا بكم جدا من خلال هذه البطاقة، لحد ما نتلاقى وبطاقة قادمة في أمان الله. We'll be right back.